Because it's still called the Nazi, and it's just the human right in Europe. Not having little, or having little in the business before. Somewhere, not for years, I don't think it's a good thing, but not for the Nazi, and that's the fact that he's done it, or the fact that he's done it, and ثم نلاحظ أيضا بالسيد الإسلام دخول الأبوزوك مدير الإدارة التعليمية لمدينة السوق والسيادات الشعبية والسياسية والتنفيذية لمدينة السوق ومحافظة حفر الشيخ والسيادات الأمنية طبعا رأس وبعد هذا التقديم أتمنى الآن الأستاذ سيد الأستاذ جميل السيد مدير عام للعلاقات العامة في اتحاد الإذاعة والتلفزيون فعلم من أعمال الإعلام في مصر العربية تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا محافظة حسين وضيف مواطن مدينة السوق مرحب بسارة اليوم وكمان من في القرار الأمريكية اليوم. هذا هو ربيع المسار. من جميع الأجيال الإسلامية تدعو إلى التعارف والمحبة والسلام. وجذور الإسلامية الإسلام يدعون إلى تسامي الأمة البشرية يدعو إلى الحب واحترام الأجيال والكرم الطيب. لأننا جميعا إخوة في الإنسانية فنحن من الإخوة كلنا إخوة وقد كسرت يابان شمس واحدة. هذه هي الزيارة الثالثة للوفد الأمريكي وفي مستوى علاقات المدينة السورية بدعوة من والطبيب الدكتور طارق العدل. وقد علم الحظ في حضور الزيارتين السابقتين. وقد كان لهما اثر طيب على اهالي مدينه السوق. وقد وعد الخطه في مكان لانجاز القطاع الصحي ومستشفيات مدينه السوق واجهزه طبيه